ينضم إلينا من دبي الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات. أهلا بك دكتور سمير في هذه التغطية. يعني بمجرد ذكر أنباء عن دراسة لوزارة الخارجية الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية محتملة بعد الحرب في غزة، صارع مسؤولون إسرائيليون للإدلاء بتصريحات، بترفض هذه التصريحات بشكل قاطع إقامة الدولة الفلسطينية. في رأيك ما هي التبعات لذلك، وكيف يؤثر هذا الرفض على أي محادثات لوقف التصعيد في الوقت الحالي؟ أولا سيدي تحية لك شخصيا ولجمهوركم الكريم. أعتقد بأننا أفضل وصف للوضع الراهن هو ما قاله رئيس الوزراء السابق لابيد في إسرائيل، حيث قال أن الحكومة حول نتنياهو هي ثلة من المجانين. وأعتقد هذه ليست شتيمة، هذا توصيف دقيق. هناك عمليا عدة وزراء أخذوا عمل نتنياهو رهينة، ونتنياهو يأخذ إسرائيل رهينة، ويريد أن يأخذ الشعب الفلسطيني والعالم وأمريكا وبايدن رهينة. أعتقد أن هوامش مناورة بايدن أصبحت، عفوا نتنياهو، أصبحت ضيقة جدا. نتنياهو أمامه الآن ضغط عربي وموقف جدي جدا من الدول العربية بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بصياغة مخرج بعيد الأمد للقضية الفلسطينية، ووضع قطار عمليا قطار الحل طويل الأمد في الإقليم على السكة الصحيحة. وهو في ذلك يعني يهدد بإفشال، وأعتقد أن يعني نتنياهو لن يستطيع أن يصمد طويلا أمام هذه الخيارات. وانفجار هؤلاء الوزراء بهذه التصريحات المنفلتة في رأيي أنا يدل على مستوى انهيار الأجندة التي جاء على أساسها نتنياهو إلى الحكم. إلى متى ستظل هذه التحذيرات لا تعني شيء بالنسبة للمسؤولين في إسرائيل وبالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ يعني إن حدث بالفعل وأقدمت إسرائيل على العملية العسكرية في رفح، كيف ستتأثر أولا العلاقة مع بايدن بعد التصريحات القادمة من البيت الأبيض بشأن هذه العملية، وأيضا مع الدول التي حذرت من هذه العملية؟ يعني أولا واضح بأن العالم بكامله ضد الهجوم في رفح. نتنياهو في سعيه للبقاء قد يحاول بالقيام بعمليات شكلية، ولكن حتى الآن المعطيات العسكرية لا تدل بأنه أصبح أو جاهزا أو أن الجيش يستجيب بوضع القطع العسكرية اللازمة، بالرغم ما يجري الحديث عنه من استدعاء الاحتياط. القطع العسكرية الرئيسية اللازمة لاكتساح رفح هي يعني تتطلب أكثر من 3 ألوية جاهزة تكون، ولم يتم ذلك حتى الآن. لذلك أعتقد أن العامل الرئيسي في ذلك ليس عدم رغبة نتنياهو في الهجوم على رفح والقيام بحملة إبادة جماعية ثانية، ولكن السبب الرئيسي هو الضغط الدولي. يعني بيانات مشتركة متعددة من مجموعات من الدول تجتمع لكي من الغرب، من أقوى الدول الغربية بما فيها كندا، بما فيها ألمانيا، فرنسا إلى آخره، كل هذه الدول تحذر وتضغط بقوة على هذا الاتجاه. وهذا يعني أنه في لحظة معينة بغض النظر عن كل التصرفات، إذا أقدم نتنياهو على مغامرة سنجد أن المجتمع الدولي سوف يتخلى عن الغربي، فلنقول المجتمع الدولي. ولكن دكتور سمير، يعني ما هي أدوات الضغط التي تقوم بها هذه الدول؟ يعني لا نرى الأدوات التي من المتوقع أن تضغط بالفعل على إسرائيل، يعني لا نرى على سبيل المثال أي قطع في العلاقات، أي حتى عقوبات اقتصادية، أي تحذيرات بقطع علاقات أو تحذيرات بأي وقف للعمليات التجارية أو بالعمليات الاقتصادية. يعني الضغط مجرد حتى الآن مجرد تصريحات.
عمليا في اعتقادي انا هناك تهديدات واضحه قيلت لنتنياهو خلال المفاوضات خاصه مع الاوروبيين، بل وحتى في بعض القضايا المتعلقه بتسليم الاسلحه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ليس هذا هو الاساس. الاساس ان هذه الدول لا تزال تامل بانها تستطيع ان تكبل يدي نتنياهو كما هو حاصل الان، وتترك مجالا للتفاوض. في رايي انا ما يجري تحت الطاوله من ضغوط هو اكبر بكثير مما يجري من فوق الطاوله، وذلك بهدف ترك المجال بشكل طري لنتنياهو لتغيير موقفه. وفي هذا الاطار المعيار الرئيسي في هذه القضيه هو وقف اطلاق النار، هو عمليا عفوا تبادل الرهائن. اذا حصل تبادل الرهائن هذا يعني بان قدره نتنياهو على ان يعود ستكون اضعف بكثير، خاصه في اطار ما تحدثت عنه من ان هناك عدد من الدول العربيه بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه والدول الاقليميه اخرى امكن عمليا وضع تصور ما لمخرج يمكن ان يشكل مخرج يمكن الثقه به على الاقل بنسبه معينه فيما يتعلق بالخروج من الأزمة الراهنة في إطار وقف المذبحة الجارية من جهة، وفي إطار الدخول على المستوى الدولي في عمليا مفاوضات لأجل حل الدولتين. ولكن دكتور سمير، يعني اسمح لي، يعني التصريحات التي تأتي من المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم بالتأكيد أو على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، يعني المسألة ليست فقط في تتعلق بصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، المسألة تتعلق بحسب التصريحات الإسرائيلية الأمن الإسرائيلي أو أمن الدولة الإسرائيلية في المستقبل حتى بعد الحرب على غزة. هو كما يريد وكما يقول بأنه يحاول أن يضمن المستقبل ويحاول أن يضمن الأمن المستقبلي بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي الهدف المعلن ليس فقط هو تحرير الأسرى أو تبادل الأسرى والمحتجزين. لا أعتقد أن هناك الكثيرين الآن يمكن أن يكونوا يعملون من أجل إلغاء دولة إسرائيل، لذلك من الناحية الدبلوماسية هناك مخرج لهذا الموضوع متعلق بضمان بأنه الوضع سواء في الإقليم بشكل عام بين الدول العربية وإسرائيل وبين الفلسطينيين وإسرائيل يكون وضعا سلميا، ولذلك إذا كان هذا الهدف، الهدف هو وجود دولة إسرائيل، فأعتقد هذه قضية علم في إطار المجتمع الدولي هناك توافق كبير عليها. بالمقابل في اعتقادي التصريحات يعني عمليا النقاش الآن لم يعد يجري على قوائم السجناء فقط المحتجزين فقط وتبادلهم وإلى آخره، وإنما الموضوع يبدو أبعد من ذلك بكثير. المفاوضات تجري على مجمل على نوع من الحزمة، لأن أيضا حماس والدول العربية لا تريد فقط أن تسلم نتنياهو المحتجزين وتنهي القضية ويستمر نتنياهو في أعمال الإبادة. لذلك التصور الرئيسي كما قلت هو أن قضية الرهائن والإطلاق سراحهم هي قضية مركزية تشكل الظاهرة الأساسية التي يجري من خلالها العمل على الموضوع الأبعد، ليس فقط اليوم التالي كما يقال، وإنما أيضا وضع العربة الفلسطينية على الطريق الذي يمكن المراهنة عليه. هل يمكن الاستمرار في كما نتحدث عن أي محادثات فيما يتعلق باليوم التالي في وجود حكومة نتنياهو أو في وجود بنيامين نتنياهو؟ هل يعتقد بايدن أو تعتقد الإدارة الأمريكية بأن الأمر سيستمر بوجود نتنياهو أو سيستقر بوجود نتنياهو؟ سؤال جيد جدا. في اعتقادي في الحقيقة من الواضح بأن حكومة نتنياهو قد تسقط فور اقرار اتفاقيه تبادل الاسرى، بالرغم من ان بن غفير كان يعطي الاولويه لقضيه تبادل المحتجزين، ولكن من الناحيه العمليه كما تبين بانه غير مستعد ان يدفع الثمن باي شكل من الاشكال، ولذلك هو كان في نوع من المزاوده. لذلك ارجح في النهايه بانه سيؤدي ذلك الى تفجير الاساس والاجنده التي جاءت على اساسها هذه الحكومه.
ما هي المتطلبات كي تسرع الولايات المتحدة الأمريكية من ضغطها على بنيامين نتنياهو أو على إسرائيل بحسب أو بشكل يغير من استراتيجية إسرائيل لهذه الحرب وإرضاخها لأي صفقة تبادل أو لصفقة تبدأ المفاوضات في الوقت الحالي لحل سلمي لهذه الأزمة؟ الإنجاز الكبير الذي تم هو قضية التوافقات التي قادتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في صياغة التصور لوضع كما قلت أنا العرب على الطريق الصحيح، واستمرار إدارة بايدن في لعب هذا الدور. من جهة أخرى هناك قضية تكبيل أيدي نتنياهو سواء في غزة أو تجاه لبنان، وأيضا بالمقابل هناك الحملة الدولية التي تجري والتي ليست الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الراهنة بعيدة عنها فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل. نعم. إسرائيل ستخسر كل شيء في حال إقدامها على مغامرة من هذا القبيل، وفي اعتقادي هذا سيؤثر كثيرا على وضعها وحتى على الصراع الداخلي الجاري داخل إسرائيل. يعني أخيرا دكتور سمير، يعني هناك أيضا تعقيد فيما يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور، يعني مع كل هذا التصعيد الإسرائيلي وفي ظل المحادثات والمحاولات السياسية لحل هذه الأزمة، الوضع الإنساني للفلسطينيين خاصة الآن في رفح الفلسطينية يتدهور. كيف تقيم دور المنظمات الدولية والتي ربما يعني صنعت من أجل مواجهة هذه الأزمات؟ يعني الحقيقة وضعها لا حول لها ولا قوة. الحكومة الإسرائيلية وضعت هذه المنظمات في وضع مستحيل، ووضعت الفلسطينيين في وضع يكاد يكون المستحيل فيه البقاء على قيد الحياة. وفي اعتقادي كل ما أمكن إنجازه حتى الآن هو إبقاؤهم على قيد الحياة بظروف الحد الأدنى. لذلك المنظمات الدولية يعني هي أثبتت عجزها، وهذا العجز ليس ناجما عن عدم رغبتها وإنما عن عدم تمكينها. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن إسرائيل لا تزال تقف حاجزا أمام أي تطوير لموضوع المساعدات لكي تصبح ممكنة بشكل معقول، وأيضا التهديدات المتعلقة باجتياح رفح، الأمر الذي يجعل أيضا الوضع في غاية القلق وعدم اليقين. لذلك أتصور بأن المنظمات الدولية تعاني الكثير، ومن الواضح أن إسرائيل بالذات خسرت هذه النخبة من أكبر الدبلوماسيين الدوليين الذين في مراحل معينة كانت مواقفهم ربما معتدلة إلى آخره. الآن هم يعني المنظمات الدولية، هذا المجتمع الدولي للمنظمات الدولية أصبح يقف متحدا ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة. من دبي الدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات، شكرا جزيلا لك.